منتصف الليل بتوقيت الجزائر. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مباشرة إلى العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل الوزير الأول لجمهورية النيجر الذي سلمه رسالة من رئيس المجلس العسكري بالنيجر، ويجري محادثات موسعة مع وفد جمهورية النيجر. الجمهورية يعزي أمير دولة الكويت في وفاة عميد أسرة آل صباح سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح. مع بدء العد التنازلي لانطلاق الحملة الانتخابية، ولاية نعمة تستكمل آخر التحضيرات اللوجستية، ووقفة عند دور الإعلام الإلكتروني في التصدي إلى المعلومة المغلوطة. الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة يدعو إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن القاضية بوقف إطلاق النار بشكل عاجل في قطاع غزة في جلسة طارئة لمجلس الأمن دعت إليها الجزائر. وعلى الأرض ارتقاء عشرات الشهداء في قصف صهيوني متواصل، وفي غزة صور مأساوية لرضع يتمهم الإجرام قبل الفطام. أهلا بكم من جديد. بداية، استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الوزير الأول لجمهورية النيجر السيد علي محمد لامين زين الذي سلمه رسالة من رئيس المجلس العسكري بالنيجر السيد عبد الرحمن تياني. رئيس الجمهورية أجرى بعد ذلك محادثات موسعة مع وفد جمهورية النيجر، حضرها عن الجانب النيجيري الوزير الأول السيد علي محمد لامين زين والوفد الوزاري الهام المرافق له، كما حضر هذه المحادثات الموسعة عن الجانب الجزائري رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بعلام بعلام، وعدد من أعضاء الحكومة. الوزير الأول لجمهورية النيجر أكد في تصريح عقب استقباله من قبل السيد الرئيس ضرورة تنشيط علاقات الشراكة والتعاون بين الجزائر والنيجر القائمة على حسن الجوار الأخوة والصداقة. لقد تم استقبالنا في هذا اللقاء، وهو شرف منحه لنا رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. لقد تم إفادنا من قبل رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن الجنرال عبد الرحمن تياني حاملا رسالة هامة. كان الهدف من هذا اللقاء هو استعراض جوانب التعاون بين البلدين. هذا اللقاء استغرق ساعتين من الزمن رغم جدول الأعمال المكثف لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. تم مناقشة القيم الأساسية الثلاث للشراكة: حسن الجوار، نتقاسم حدود مشتركة طويلة، الأخوة، يوجد مواطنين من الجهتين وهي نفسها، وكذلك الصداقة. كان من الضروري إعادة تنشيط هذه العلاقات التي تأثرت منذ أحداث 26 جويلية. النيجر تعتبر الجزائر البلد الشقيق والجار والصديق. كان من الضروري أن تكون بجانبنا منذ الساعات الأولى. عندما هددنا بهجوم فشعرنا بغياب هذا الأخ والجار، لكن التوضيحات التي قدمها لنا السيد رئيس الجمهورية الجزائرية أثرت فينا بعمق، وسوف ننقلها إلى الرئيس النيجيري. النيجر دولة غنية بالموارد الطبيعية، ويمكن للجزائر بخبرتها وتجربتها أن تلعب دورا رئيسيا في تطويرها لصالح شعوبنا. كما قمنا بإزالة نقاط الظل التي قد تكون موجودة بين البلدين، وأكدنا على التمسك بسيادة البلدين. لكن النيجر اختار الطريق الذي يعبر من خلاله عن غيرته الشديدة عن سيادته.
النيجر يلاحظ أيضا موقف الجزائر الثابت الرافض دائما للتدخل الأجنبي في شؤون داخلية، وقد تم مناقشة كل هذه المواضيع خلال هذا اللقاء. الجيل الحالي محب للسلام، كما هو دائما جيل ملتزم بالدفاع عن سيادته واستقلاله الحقيقي مهما كانت الظروف، ولصالح كل ما يتطلع إليه المواطنون. إثر وفاة عميد أسرة آل الصباح سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح، بعث رئيس الجمهورية رسالة تعزية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، أعرب له فيها ولكافة آل الصباح الأفاضل عن مواساته في وفاة فقيد دولة الكويت الشقيقة بعد مسيرة حافلة بالعطاء خدمة لبلده. أنهى أمس الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر السيد علي محمد لامين زين زيارته الرسمية إلى الجزائر والتي دامت 3 أيام، حيث كان في توديعه بمطار الجزائر الدولي الوزير الأول نذير العرباوي رفقة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء محمد الصالح بن بيشا. في ملف رئاسيات 7 سبتمبر وعشية انطلاق الحملة الانتخابية، تستكمل المندوبيات الولائية تحضيراتها اللوجستية وترتيباتها الإدارية لإنجاح الحدث الانتخابي. العينة من ولاية عامة في روبورتاج هورية كريم. ساعات قبل بدء الحملة الانتخابية، المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بن عامة يتابع آخر الرتوشات النهائية لبدء الحملة الانتخابية. السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كانت ساهرة على إنجاح هذه العملية من جانبها اللوجستيكي والبشري، حيث سخرت العديد من الموظفين على مستوى 12 مندوبية بلدية موزعة على 12 بلدية في ولاية نعامة. هذه المندوبيات البلدية ستكون الجديد فيها بقرار الصدارة في سنة 2023، تكون هذه المندوبيات البلدية هي محطة لتركيز النتائج. المندوبية الولائية بن عامة تضمن جاهزيتها بعد أن أنهت كافة التحضيرات بتخصيص 17 قاعة للتجمع و35 واجهة إشهارية على مستوى تراب الولاية. تم تخصيص من طرف الإدارة المحلية 17 قاعة اجتماع، بين قاعة اجتماع وبين مسرح وبين قاعة ثقافة لتنظيم الحملة الانتخابية، إضافة إلى وجود بعض الأماكن الأخرى المتمثلة في الساحات العمومية التي يمكن للمترشحين استغلال هذه من العمل الجواري التحسيسي. استعدادات مكثفة تشهدها المندوبية الولائية بن عامة حرصا منها لتوفير كل الإمكانات ضمانا للسير الحسن للاستحقاق الرئاسي المقبل. ويراهن سكان ولاية خنشلة على الاستحقاق المقبل لاستكمال مختلف المشاريع التي استفادت منها الولاية. عبد الرحمن شباح. يشكل الاستحقاق الرئاسي المقبل بالنسبة لسكان ولاية خنشلة فرصة لتعزيز المكاسب المحققة، وهي مناسبة لاختيار المرشح الأنسب لقيادة الجزائر في الخمس سنوات القادمة. نطلب من جميع السكان ولاية خنشلة وحرائر خنشلة خاصة للخروج يوم الاقتراع بقوة من أجل التعبير على الإرادة الشعبية، وهذا لتجسيد مبدأ شرعية مؤسسات الدولة وللحفاظ على أصوات اللي باش نحافظوا على الأصوات تاعنا. كمواطن خنشلي أطلب من كل فئات المجتمع وخاصة الشباب التوجه يوم 7 سبتمبر لمكاتب الاقتراع للتعبير عن رأيه بكل حرية وبكل ديمقراطية. احنا تهمنا مصلحة الجزائر، وهذا وقت تحتاجنا فيه الجزائر، تحتاج فيه ولادها. توجد ديمقراطية، كل مترشح اللي راه يدلو بصوته راح توصل الصوت نتاعو، والإنسان اللي نشوفه فيه الخير إن شاء الله والمستقبل البلاد إن شاء الله نصوتوا عليه. انتخابات 7 من الشهر القادم محطة جديدة لتعزيز البناء الديمقراطي في جزائر الاستقلال، وهي فرصة للتعبير عن توجهات المواطنين
وميولاتهم السياسية. تمنوا الشعب نهار 7 سبتمبر يخرج للانتخابات واختيار الشخص المناسب الذي يقود السفينة إلى بر الأمان. بلادنا مستقرة الحمد لله يا ربي، رانا في وين كنا وين رانا الحمد لله يا ربي، راهم الدول راهم يحسدوا فينا على الشيء اللي رانا فيه. سيدي على كل حال نطلب من المواطنين نهار انتخابات يوقفوا بالانتخابات يروحوا للصناديق. احنا مع الامن والامان لبلادنا ونحبوا الاستقرار لبلادنا. انا ماذا بينا نطلبوا من الشعب الجزائري انه يتوجه لصناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر ليدلي بالاصوات نتاعو. قدم نداء لمواطني ولايه خنشله باش يوم 7 سبتمبر يخرجوا كيد واحده باش نلقنوا درس للجميع. يعلق سكان الولايات الأوراسية آمالا كبيرة على الموعد الانتخابي المقبل لأهميته في تحسين وتطوير الإطار المعيشي للساكنة، وهذا عبر إنجاز المزيد من المشاريع التنموية والتي ستعود على خنشلة بالفائدة. وفي سياق التوعية والتعبئة لإنجاح الحدث الانتخابي، تلعب المواقع الإلكترونية دورا هاما في إطلاع المواطنين على المعلومة الانتخابية الصحيحة دون مغالطة ومن مصادر موثوقة. نسيمة يعقوبي. الناخب والتجنيد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتنوير الرأي العام من خلال نشر محتويات وبرامج هادفة. الصحافة الإلكترونية تقريبا باتت تهيمن على المشهد الإعلامي نتيجة توسع وانتشار التكنولوجيا، من الطبيعي أن يكون الإعلام الرقمي تقريبا سباق ويكون رائد في المتابعة. نحن نقوم بدورات تكوينية مكثفة لفائدة الصحفيين والتقنيين من أجل معرفة التعاطي الأمثل مع هذا الوضع الخاص. دور صحفي المواقع الإلكترونية لا يقتصر فقط على التوعية والتحسيس، بل يتعداه إلى التصدي ومحاربة الأخبار المغلوطة وإطلاع المواطن على حيثيات العملية الانتخابية من مصادر موثوقة. كما دعونا مسؤولي المؤسسات الإعلامية إلى التحلي بمستوى عالي من المسؤولية واليقظة وتوخي المهنية والاحترافية على التعاطي مع مختلف الأحداث والقضايا الراهنة والتعامل بمهنية واحترافية مع ملف الانتخابات. راح نقدم خدمة إعلامية راقية، راح نقدم معلومة. مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية هي ميدان خصب للفيك نيوز. احنا راح نعمل المستحيل يعني لمحاربة أولا الفيك نيوز، المعلومة المغلوطة، وتقديم معلومة صحيحة. آليات والاستراتيجيات الواجب اتباعها من طرف الصحافة الإلكترونية لفضح مختلف المخططات العدائية التي تستهدف الجزائر، خاصة في هذه المرحلة الحساسة. مسؤولية هي اليوم على عاتق هذه المواقع الإلكترونية، والهدف زيادة الوعي والحس الوطني وتحسيس المواطنين بأهمية هذه الاستحقاقات. على درب تحقيق الأمن الغذائي، تمضي الجزائر بثقة وبعد نظر نحو إبرام شراكات مثمرة على غرار اتفاقية التعاون بين الجزائر وإيطاليا لإنتاج الحبوب. المشروع الجزائري الإيطالي الذي من شأنه توفير قرابة 7000 منصب شغل للجزائريين سيعتمد على آليات العمل ذاتها المعمول بها في مجمع بونيفيكا في راريتزي الإيطالي. جودة عالية، تحكم في التقنيات، وحرص على تكوين المورد البشري، وهي ثوابت ذاتها المعول الحفاظ عليها والعمل على ضوئها في المساحات الزراعية بتيميمون. العائد من إيطاليا سيد أحمد بلونة. الساعة تشير إلى 10 صباحا بتوقيت العاصمة روما، أين كان لنا موعد في واحد من مقرات مجمع بونيفيكا فيراريتزي العملاق الفلاحي الإيطالي الذي أمضى على اتفاقية إطار مع الجزائر تتويجا للاستراتيجية التي رسمها قائدا البلدين. الجزائر بقيادة الرئيس تبون كانت لها نظرة استراتيجية فيما يتعلق بإنتاج الحبوب للسنوات القادمة، حيث ستلعب بلادكم دورا محوريا لتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر وحتى في إفريقيا.
وللتعرف أكثر عن مقاومات بئاف كان علينا الانتقال إلى يولاندا دي صافوا بمحافظة فرارة، فمن هذه الحقول بدأت حكاية المجمع مع الأرض، ومن هنا كتبت أول مشاهد التميز والتموقع ضمن أكبر المجمعات الصناعية الفلاحية في أوروبا. التفاني في خدمة الأرض هو شعار عمال بئاف، قناعة ترافق البذرة من الحرث إلى الجني مرورا بالتصنيع ووصولا إلى المائدة، وفق سلسلة إنتاج تخضع إلى بحوث وتكنولوجيات متطورة. معارف وخبرات سيتم نقلها إلى ولاية تيميمون باستثمار مالي يتجاوز 400 مليون أورو على مراحل. مشروع بئاف سيوفر أكثر من 6700 منصب عمل بالجزائر. كاميرا التلفزيون اقتربت من المهندسين والمزارعين في حقول ومصانع بئاف. كوادر تسهر على تسيير كل صغيرة وكبيرة تحقيقا للأهداف المسطرة. في هذا المصنع كل شيء يعمل بدقة ولا مجال للخطأ. لدينا سمعة كبيرة وأنا مسؤول على الحفاظ عليها. لما أقف أمام هذه الهكتارات من الطماطم أنسى كل شيء، ويبقى تركيزي الوحيد كيف أساهم في الحصول على منتوج رفيع ينافس أجود المنتوجات في السوق. أنا المسؤول عن التسويق وأعتز لكوني عاملا في مجمع بي أف، أبذل قصارى جهدي لتقديم منتوج في أبهى حلة. وفي الأفق مشروع تعليمي تكويني لصالح عمال بي أف في الجزائر، يضمنه مركز التدريب وتطوير الموارد البشرية الخاص بالمجمع في إيطاليا. نعطي اهتماما كبيرا للتكوين في المجمع وهو ما سنقوم به في الجزائر. Noi siamo positivi ed ottimisti sull'avvio del progetto. نحن متفائلون بشأن بدء المشروع ونعتقد أنه قد بدأ بشكل جيد، وهذا يعكس الرؤية بعيدة المدى والسديدة التي يود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن يمنحها لبلاده. المشروع طموح لأنه بداية المشروع في نفس السنة التي وقعنا فيها على الاتفاقية هو تحدي مهم. على محور الجزائر روما ارتسمت معالم الماضي والحاضر، واليوم تتجسد معالم المستقبل من خلال شراكات استراتيجية واعدة كالشراكة التي ستستثمر من خلالها مجموعة بئاف في الجنوب الجزائري تجسيدا للرؤية السديدة لقائدي البلدين. من أمام مقر مجموعة بونيفيكا فيراريتزي، سيد أحمد بلونة مبعوث التلفزيون الجزائري إلى روما إيطاليا. مواصلة للقاءاته الثنائية على هامش مشاركته في النقاش رفيع المستوى حول إصلاح مجلس الأمن، أجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والناس مجرمان محادثات ثنائية مع كل من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو ورئيس لجنة بناء السلام السفير البرازيلي سيرجيو دانيزي، حيث شكل اللقاء مع وكيلة الأمين العام فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف الملفات المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن، مع التركيز على المسائل التي تخص إقليمنا الحيوي وكذا القضايا العربية والإفريقية الراهنة. كما تركزت المحادثات مع رئيس لجنة بناء السلام على سبل تعزيز عمل ونشاط هذه اللجنة التي تعتبر الجزائر أحد الأعضاء الفاعلين فيها، حيث تبادل الطرفان الرأي حول الدور الذي يمكن للجزائر أن تلعبه بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن للمشاركة في تعزيز جهود بناء السلام والوقاية من النزاعات والأزمات عبر العالم. بدعوة من الجزائر عقد مجلس الأمن الدولي أمس جلسة طارئة ومفتوحة لمناقشات تطورات العدوان الصهيوني المتصاعد في قطاع غزة عقب المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق النازحين داخل مدرسة التابعين بحي الدرج بغزة. وبالمناسبة أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أن هذه المجزرة لم تكن لترتكب لولا المساعدات المالية والعسكرية المقدمة للاحتلال الإسرائيلي، داعيا في الوقت ذاته إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار في غزة بشكل عاجل. يجب على مجلسنا أن يفي بمسؤولياته الآن وأن يحترم التزاماته،
مسؤوليته في معالجة السبب الجذري للقضية الفلسطينية، ألا وهو الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية. مسؤوليته أن يحمل الاحتلال المسؤولية ويحاسبه مستخدماً كل الأساليب القانونية بما في ذلك آليات الجزاءات، التزام يحقق سلاماً دائماً وعادلاً في الشرق الأوسط ويمنع من التصعيد الخطير بسبب أعمال الاحتلال الصهيوني. قوات الاحتلال لا تزال تتحدى الالتزام الأساسي الذي حدده هذا المجلس في القرار 2735 والذي دعا فيه للتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في غزة. العدوان المكثف الذي تقوم به قوات الاحتلال على غزة يشكل تهديداً خطيراً على هذا القرار، وبهذا تحذر الجزائر من استمرار إفساد الجهود التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. لابد أن ينفذ هذا القرار بشكل عادل وناجع، وهنا تعرب الجزائر عن دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها تلك الدول الثلاث، فلا مجال لتأخير المفاوضات وتعقيدها أكثر بإضافة شروط جديدة أو مطالب أخرى. وفي تطورات حرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة، لم يتوقف الطيران الحربي الصهيوني منذ الساعات الأولى لنهار أمس عن استهداف المدنيين وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها بخان يونس والمغازي والبريج. ارتقى على إثرها عشرات الشهداء والجرحى لتبلغ بذلك حصيلة الحصيلة منذ بدء العدوان قرابة 40,000 شهيد وأزيد من 92,000 جريح. مراسل التلفزيون وسام أبو زيد. هذه الطفلة الرضيعة والجريحة هي من بقي على قيد الحياة، فالأب والأم والعم والخال وصلوا إلى المستشفى أشلاء بعد غارة إسرائيلية على بلدة عبسان شرق خان يونس جنوبي القطاع، وهي الوحيدة الناجية من بين 10 شهداء من عائلة واحدة يشيعون بجنازة جماعية وسط حالة من الحزن والأسى. أطفال، لحم أطفال، تقطيع، إيش عملوا الأطفال؟ 13 نفر، تقطيع تقطيع، ما ضلت صغير طفلة 3 شهور، مين يربيها؟ وين تروح الطفلة هذه؟ فريم الجريحة هي أول من بكى على والديها لأنها أول من شعرت بالحرمان لفقدانها حليب أمها الشهيدة، ولا سبيل للأقرباء إلا البحث عن حليب صناعي يعوضها عن حليب أمها، لكنه لن يكون بديلاً عن حنان والدتها التي فقدتها إلى الأبد. ترضاش غير أمها، مش راضية، ما هي مش راضية، ها خدي الفاضي، مش راضية تاخده بدها، ما ترضى أمها 3 شهور هذا بتحارب، هذا بتقاوم، هذا بتقاوم، هذا من 3 شهور. غارات لم تتوقف على غزة ونالت من هذا الطفل الرضيع أيضاً الذي استشهد مع أبيه بمخيم البريج وسط القطاع. ويسجل الاحتلال جرائم جديدة لحق الأبرياء والمدنيين الذين يحسبهم العالم كأرقام، لكنهم في الحقيقة أرواح تزهق ولهم في القصص حياة. فقتل الأطفال والنساء لم يعد حاجزاً أمام الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال جرائمه ومذابحه بحق الشعب الفلسطيني، ضارباً بآلته العسكرية كل الأعراف والقوانين الدولية، وداس بجنازير دباباته على القيم الإنسانية. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. في الختام، ومع الارتفاع في درجات الحرارة، تعد بحيرة محمد بن علي بولاية سيدي بلعباس وجهة مفضلة للعائلات بحثا عن الراحة والاستجمام في هذه الصائفة. سفيان مقنين. لا يطمع هواة الصيد في سمك وفير من هذه البحيرة، لكنهم يستمتعون على ضفافها بجو منعش في أجواء هذا الصيف الحار. هنا في سروبوز سيتو ستان سبور بور مو لديفور، انا قلبوا الحوت هذا ونطلقوا زعما كسيلو ستان بليزير سيتو ستين باسيونس. هنا المكان زعما بنادم يجي يريح، فيه راحة تامة، فيه هذه الرشقة تاع القصبة، ورانا هنا نجيبوها من العصر حتى المغرب ان شاء الله، وبنادم يريح.
بحيرة سيدي محمد بن علي لن تعوض أجواء الاستجمام في شواطئ البحر، لكنها توفر للعائلات القادمة من سيدي بلعباس المجاورة مكانا مناسبا لقضاء الأمسية الصيفية. زينة قريبة لافيل، وليو باش ديبلاسي دي سونتيان تاع كيلومتر ولا تجي هنا للاك تجيب لي زونفون. داير كيما بحر و تقضي هنا في اي وقت راك باغي. العباس فيها شويه حراره، انا هنا لاك نجيو ولادنا يلعبوا كيما المومون تاع العيد نديروا الشوا. زعما جو عائلي علامه ممتازه، زعما النظره فيه تريح ونحس روحنا عاليز هنايا. مثل هذه المواقع الطبيعية ملاذ لهواة الهدوء والتأمل والابتعاد عن ضغط المدن، مع ضرورة الحفاظ على نظافتها كموقع بيئي يستوعب جميع الكائنات. أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.